كم سنة وأنت فيها؟ منذ الولادة دخلت عن طريق الأم. كنت في الأم؟ نعم. ولما ماتت الأم انتقلت إليها. لا إله إلا الله. هذا سر لابد أن نذكره وأن نبينه. الأم إذا اجتمع فيها الجن ولازمها سنوات طويلة، سواء بعشق أو تعلق أو محبة أو ما شابه، ثم جاء القدر وجاء الموت. فالجن يسأل كثير من الناس أين يصير، إلى أين يسير، أين يصل، أين يمكث، أين ينتقل يتحول. إذا كان هذا الجن له علاقة بالأم سنوات ولازمها، ثم لازم ورأى وطالع وعايش وعاشر أبناءها وبناتها أيضا، في الغالب يمكث في مكانها أو في بيتها أو يتحول إلى أحب الناس إلى تلك الأم من الأبناء أو البنات، أو ما يرى فيه توافق في الصفات، ما يرى فيه توافق وتشابه في الصفات، خاصة إذا كان مؤهل للدخول. وكان كذلك يعاني من كثرة العين أو السحر أو الحسد، أو يرى أن هناك داع يجعله قريب من البدن سواء داخله أو معه، فلا بد أن يعلم هذا. أما في السحر الموروث فغير، الموروث هذا يجلب ويجذب ويوجب من الجن أن ينتقل وأن يتحول بإلزام إلى البدن الآخر في ابن أو ابنة حتى يواصل السيرة ويواصل ماذا؟ التعذيب.